حضرتك قلت بنكتشف كتير في الحملات اللي بتقوموا بيها ان في ناس كتير عندها هذا الارتخاء في الصمام النترالي لكن ما بتسببش مشكله او عرض رئيسي. تمام. امتى يسبب المشكله؟ عند حدوث ارتجاع؟ عند حدوث ومقدار الارتجاع قد ايه يا دكتور؟ عند حدوث ارتجاع. في دايما اي حاجه في الطب القلب او في الطب بصفه عامه هي ضعيف ومتوسط وكبير. تمام. او سيفير مايلد مودريت سيفير يعني ضعيف متوسط كبير. لما يبتدي طول ما هو ضعيف انا ما بقلقش. مجرد ان انا بتاخد مضاد حيوي قبل الولاده زي ما لا دكتور، مجرد قبل ما تخلع سنه تاخد مضاد حيوي، اي ما تعمل اي حاجه فيها اي تدخل تاخد مضاد حيوي قبله بفتره معينه وبعده بفتره معينه، قبله باسبوع وبعده باسبوع، بتبقى حاجات وقائيه كلها عشان ما ترسبش اي ميكروب على الصمام فبالتالي يزيد من هذا الارتجاع. تمام. طول ما هو ضعيف خلاص لا اتدخل، بدي علاج اعراض زي ما بيقولوا. بتجي للست او البنت، ان هو 75% من الستات او جنس النعم الموجود في العالم كله زي ما قلت لحضرتك متوسط الطول والطوال، ويزاد كل ما تبقى الوحده طويله. فبالتالي هو بيعمل اعراض تضايق زي ما بقول الناس بيبقى عندي فيها ضربات سريعه، ضيقه نفس، شكشكه في الصدر، فبناخد حاجه تخلي الدوره الدمويه تخليها تنتظم فبالتالي الاعراض دي تروح. انما بنصحهم وبقول للبنت لو جات لي في فتره ما قبل الزواج يا بنتي ما تقلقيش، ده لا يقل الحمل ولا الزواج ولا اي حاجه، تصرفي في حياتك بطبيعيه بس كل سنه اعملي الموجات واعملي النشاط الروماتيزمي عشان لا قدر الله لو كان فيه ما يزيدش من هذا الارتفاع. بس دي بيستلزم ان هي تمشي مع طبيب وعلاج مش كده. مش بالطريقه اللي يعني اللي هي تبقى يعني ممكن سنه وسنتين بتاع ما تجيش وانا بشوف مره واثنين الموجات بتاعتها والتحليلات بتاعتها، الله خلاص بقى يعني ايه ما تجيليش بقى غير بعد سنه، يعني مش لازم تبقى زي مريض الحمى الروماتيزميه اللي عنده ضيق شديد في الصمام المترالي. ضيق شديد في الصمام المترالي وخصوصا بيصعب عليه الحوامل. الدم ما بينزلش من اذين البطين فبالتالي ما فيش دم بيروح للجسم كله. فبالتالي يعني فتحه صغيره قوي، فتحه صغيره قوي باب صغير، فبالتالي الدم اللي بينزل من فوق للاذين البطين عشان يمشي بقى في الجسم والاورطه والجسم تدفق وكده اكتر. مفيش الخمسه لتر المفروض يندفعوا في الدقيقه، مفيش مفيش لتر، لتر ونص. فبالتالي دي الست الحامل طبعا في حاجات معينه وبتتاخد من الموجات. امتى اوسع الصمام الميترالي ده؟ عن طريق القسطره البالونيه. وامتى احتاج تغيير الصمام الميترالي؟ عن طريق الجراحه. فبالتالي في حاجات معينه، في سكورس معين، في نسب، النسبه دي لحد 7 8 9 ممكن اللي احنا نتدخل عن طريق البالونه، وبنبقى قسطره عاديه زي قسطره الشرايين التاجيه. القسطره دي فيها بالونه بتوسع الصمام. في حاله التوسيع يا دكتور لما يكون في ضيق، الضيق ده يعني الصمام بيعمل بكفاءه بس هناك ضيق صح؟ تمام. في حاله التوسيع الا يخشى ان يحصل شويه في ارتخاء في هذا الصمام او حضرتك طبيب لان من العلامات اللي انا بقول لحضرتك العلامات اللي بتخليني احدد اذا كان الصمام يتوسع بالتوسيع القسطره البالونيه او يتوسع او يتغير عن طريق جراحه هو الارتجاع ده. يعني من ضمن العلامات ايه؟ سمك، مدى سمك هذا الصمام، لان انا ما هحطش فيه بالونه واعمل الصمام يبقى ناشف يعمل لي ارتجاع، يبقى اقصى ارتجاع فيه ممكن بيبقى فيه دايما دي مصاحب ارتجاع في بعض الامور بيكون الارتجاع ضعيف. انما لو ارتجاع متوسط او كبير ما ينفعش اعمله زي حضرتك ما بتقول. تمام. لان انا وسعت هزود من الارتجاع المتوسط للارتجاع الشديد. دي من ضمن العلامات ودي بتحصل كتيرة في مضاعفاتها، يعني ممكن فعلا البالونه تعمل وبتعمل تعمل ارتجاع. عشان كده في علامات محدده ما بتخلينيش ادخل عمليه توسيع بالقسطره البالونيه واقول لا ده تغيير جراحه ان شاء الله بعد ما تولدي، خصوصا طبعا اللي بيبقى المشكله اثناء فتره الحمل وضيقه النفس بالاضافه الى ضيق الصمام الميترالي، فنفترض ده بيبقى ده الحل السريع والحل دائم على فكره. يعني لو هي مناسبه للتوسيع بالبالونه خلاص يبقى ده حل دائم مش مؤقت لحد ما تولد وتعمل جراحه. لا، وبتقعد سنين طويله، في ناس سنين طويله قوي، في ساعات بيرجع تاني الضيق بعد 7 8 سنين 5 سنين هتقدر قد ايه، انما ده بيبقى حل تقريبا شبه. طب عشان وقتنا يا دكتور لان للاسف وقتنا انتهى. في حاله حدوث ارتجاع في الصمام المترالي هل بيختلف الاعراض وطريقه التعامل والتدخل في صغر السن عن كبار السن؟ وده برضه هنختم بيها بقى هذا اللقاء. الارتجاع ملوش دعوه بالسن. ملوش دعوه بالسن. الارتجاع ليه دعوه بقدر هذا الارتجاع. تمام. زي ما قلت لحضرتك يا اما قليل يا اما متوسط يعني كبير، لان لو ارتجاع متوسط او كبير بيعمل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي.
ضغط الشريان الرئوي يعني ضغط الشريان اللي بيتوصل الدم الغير مؤكسد للناحية اليمين للدم المؤكسد للناحية الشمال. فبالتالي ضغط الشريان الرئوي ده لما بيعلى دي من ضمن العلامات الشديدة اللي طبعا بيعاني منها العيان كويس قوي، ضيق النفس، الكح المستمر، احتقان في الرئة، دي مشكلتها كبيرة قوي. فبهذا القدر انا في قدر هذا الصمام اللي اقدر اقول اذا كان ده كبير او صغير ما تفرقش، السن ليس له علاقة، لكن كمية الارتجاع اللي هي من الصمام هي اللي بتحدد لي انا هعمل ايه التدخل، اذا كان عن طريق العلاج الطبي او عن طريق القسطرة او عن طريق استبدال الصمام. طيب نصيحة اخيرة دكتور طارق نختم بقى اللقاء. نصيحة للأمهات وأنا قلتها وقعدت برامج كتير أقولها، الملاحظة البسيطة جدا 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 في الالتهابات الروماتيزمية أو الشكوى من الألام الروماتيزمية، لو احنا بنتكلم على الصمامات والحمى الروماتيزمية، وما تعتمديش قوي على دكتور المدرسة، لأن قال الله فقلنا دكتور المدرسة ده مش أخصائي قلب، يعتمدي على الملاحظة ليك لأن أنت اللي جنب ابنك بصفة مستمرة، فده وعارف التغير اللي بيحصل فيه يوم يوم. انا مش بقولك بيسخن كل شهر مرتين ثلاثة، لا، لو مجرد اشتكى باي حاجة الام في مفصله دي علامة كبيرة، في علامات كتيرة، في حاجة اسمها علامات صغرى وعلامات كبرى، انا مش هشغل دماغك بكل هذه الصفصات العلمية، انما اقولك مجرد اي الام روماتيزمية. تمام. مشاهدينا الكرام في الختام نشكر الاستاذ الدكتور طارق عبد الغفار استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه بالمعهد القومي للقلب، شكرا جزيلا دكتور طارق شرفتنا، واشكركم مشاهدينا الكرام في ختام لقائنا، اشكركم لحسن المتابعه ودائما الى اللقاء.